جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إشارة هذه الآية أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة، كما قال ابن عباس: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.